السلام عليكم ومرحبا بكم. راه اليوم ان شاء الله راح نديرو الصابلي، يعني الصابلي العادي على الطريقه نتاعي، وان شاء الله يعجبكم. نفوتو المقادير. انا عندي زبده ولا مارغارين، انا ديت مارغارين وردو الزبده كما راكم تشوفوا. هنايا عندي 200 غرام تاع زبده، 200 غرام راهي تشوفوا على درجه حراره المطبخ، غامولي كيما هاك. عندي حبه بيض، هنا عندي مايزينا، عندي 100 غرام تاع مايزينا. الاخوات اللي ما عندهمش ميزان يدو كاس كيما هكا ويعمروه مايزينا. تما عندنا كاس مايزينا كيما هكا وكاس سكر ناعم، لو سوكر غلاس، سكر ناعم. عندنا الفارينه، عندنا لا ليفيغ شيميك اللي هي خميرة الحلوى، وعندنا السكر فانيي لا فاني. هذا مكان نبدو. بسم الله. هنا عندي الريسيبيون تاعي، ندير فيه السكر ناعم نغرب له بيان سور، يعني الفرينه والسكر ناعم اللي نغرب له مع الفرينه وكاع. نبدو بسم الله. نغرب الكاس تاع السكر ناعم، هذا الكاس فيه 220 مليلتر. ها هنا نغرب له، راني غربلته، نخدم دروك عفوا غير بشويه، راه طار لي. ندير لافاني سكر فانيي ونخدمهم كي شغل بوماد، يعني كريمه غير بشويه. وهنايا ندير البيض، يعني خدمت ذوبو مليح السكر ناعم. ندير حبه بيض ونخلط. وهنايا خلطت مليح البيض مع الزبده، ندير مايزينا نغربلها، راني غربلتها مايزينا، مايزينا اللي هو النشا. نخلطها مليح مع الزبده، نخدمها مليح بيديا كيما هاك، فوالا كيما هاكا. ونضربوط ندير فرينه، نغربلها مع خميره الحلوى. يعني الفرينه ما نشوف لكم شحال، يعني حتى تلمنا العجينه، العجينه تلقى تكون طريه ماشي جاريه ماشي قاصحه، تكون يعني طريه ما تلسخش. ندير كميه هنايا ونشوف. فوالا ندير كيما هكا، ندير خميره الحلوى. الساشي تاعي فيه 15 غرام، نغرب لهم. راني غربلت الكميه هذيك، راني نخلط، يعني تنتحصلوا على العجينه كما قلت لكم ماشي جاريه ماشي قاصحه، يعني الصابلي العجينه تاعها تكون طريه شويه باش يجينا يدوب في الفم. نخلط، بعد نغسل يدي باش نعرف القوام تاع العجينه، يعني نغسلوا يدينا من بعد كي تلمنا العجينه، نغسلوهم يغسلوا يدينا باش نعرف القوام تاع العجينه كيما هكا. وانا عارفوش انا مازال ما تلم، راهي باينه راهي جاريه. نزيد الغربل، يعني حتى تلم لي العجينه، يعني غير بشويه ما تكثروش. فوالا غير كيما هكا غربلو وشوفوا راهي نلم فيها، يعني كي تلموها غير بصباحكم تعجنوهاش العجينه، يعني نلموها غير بصباعنا كيما هكا. انا هنا مازال خاصها، يعني شوفوا العجينه كي راهي ماشي هذا القوي نحوس عليه، غير نعاود نغربل شويه ونلمها ونشوفوها ان شاء الله ونوريكم القوام تاع العجينه تاعنا. مرحبا، هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا، يعني لميتها غسلت يديا يعني باش نعرف القوام تاعها. هاونا ما تلصقش كما راكم تشوفوا، ماهيش تلصق وتكون طريه كيما هكا. هاونا القوام، يعني ماشي قاصحه وما تلصقش، هذا هو القوام تاعها. نتمنى تكونوا، هذا هو تكونوا فهمتوا. الو غادي نديرها في الكيس بلاستيكي، غادي نديرها في كيس بلاستيكي كيما هكا. والوقت اللي نشعل الفرن تاعي نوجد الاخر اللي غتغطوها باش ما تنشفش، خليها هنايا. نشعل الفرن تاعي، يعني نوجد صوالحي لغولو كاع ونتلاقو ان شاء الله. مرحبا بيتي، دوك انايا صاي سي بون، وجدت كاع صوالحي للسنين اللي غندير فيه، درت عليه ورقه الطهي. انا عندي بلاستيك ها وينا، راني فرشاته هنايا باش نحل الصابلي تاعي العجينه تاعي. فوالا نسقمها كيما هكا. انا غنطبع بهذا، يعني بالصابلي التقليدي العادي هذا، يعني كل اختو كيفاش تبغي الصابلي تاعها دائري ولا اي شكل.
هنايا غادي ندير غير شويه ديال العجينه، ماشي بزاف يعني، نخدم غير بشويه. فوالا كيما هكا، مع هذه نغطيها ونخليها هنايا، وهذه نخدمها كيما هكا، ندورها هنايا في يديا كيما هكا، نحطها هنايا نحلها في يديا كيما هكا. وهنايا عندي بلاستيك واحد اخر باش الصابي تاعنا يجي يرطب، ما يجيش فيه داك التشققات. فوالا كيما هكا. وهنايا بسم الله نبدا نحل الصابلي تاعي. فوالا بسم الله نحلو غير بشويه، العجينه راهي فخاش جبت فيها المايزينا. فوالا كيما هكا، بلاستيك يعاوننا كي نحلوها ما كنرفدوها باش الحبه تاعنا ما تجيش عوجه، يعني يكون عندها الشكل دائري. نحلو غير بشويه كيما هكا، يعني الا بغيتو كميه اكثر تجيو تضحفوا المقادير. فوالا هكا فوالا كيما هكا، انا اكتفي بهكا مشوارتها رقيقه بزاف يعني يكون متوسط. هاوينا نقلع البلاستيك هذا من الفوق، هاوينا العجينه تكون رطبه كما راكم تشوفوا. وهنايا نبدا نطبع، يعني كي نطبعوا انا عندي كيما هكا، معليش هذا ديال هكا، معليش ندير كيما هكا، راه غادي ندير ثلاثه كيما هكا مبلعين كيما هكا، ثلاثه فيهم هاد الدويره هادي نقلبها، يعني باش يجيكم حساب لي جان كيتلصقوا ما يخصكمش. فوالا كيما هكا، نعاود ندير وحده هكا منا، ولا ندير فرينه تبدا يتلصق. فوالا كي قلت لاحظتوني طبعت، هاي نقلع بهاد البلاستيك هذا يساعدنا باش الحبه تاعنا تقعد مدوره كيما هكا. ها هو السمك تاع الصابلي تاعنا، يعني شوفوا السمك يعني مرقيق مغليض. هاوينا ما تنسوش غادي نلصقوا حبه مع حبه. الوغ نديرها هنايا في الصينيه، نبداو غير بشويه نقلعوا هذا الاخر. العجينه كما قلت لكم راهي فخاجيل، يعني بالبلاستيك نقلعوا الحبه تاعنا غير بشويه باش ما نعوجوهاش. هاوينا نقلعوا هذا، هاوينا نديرها في الصينيه. الوغ دوك انا غادي نكمل كاع الصابي تاعي نطبعه، يعني ساهل، نعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا حبيباتي راني كملت الصابلي، ولادي يحضروا معنا سمحوا لي. الوغ عندي راه يطيب، الفرن حميته على 160 درجه، انا تاعي يشعل من الفوق ومن التحت، الاخوات اللي عندهم الفرن يشعل من الفوق ومن التحت يديروه في الوسط ويخلوه 160 درجه ما يزيدولهش، والاخوات اللي عندهم الفرن تاعهم يشعل من التحت وحده من فوق وحده، الوغ يطلعوه فوق شويه ويشعلوا غير من التحت درجه يعني تكون قليله شويه، يعني 170 160 هذه هي. دوك راني نطيبها ان شاء الله ونعاود نرجع لكم. ولا حبيباتي ها هو الصابي تاعنا راه طاب، يعني خلو واحد 8 دقائق يعني 10 دقائق باش يعني يطيب الطياب كيما هكا كما راكم تشوفوا، يعني ابيض ها هو الطياب تاعه. الوغ هنايا كما راكم تشاهدوا معايا درت هنايا هاد اللي يجوا فوق هادو بالشوكولا، يعني درت بوشيت دوب شويه شوكولا، يعني درت هكا لي تخي يعني ساهله. ابخي التزيين يبقى اختياري. وكاين هادو اللي غادي نزينهم بالجوز الهند اللي هو نوات كوكو، يعني غادي ندير كيما هكا، غادي نقول لكم وحده ولا زوج ومن بعد نكمل. لا الوغ غادي ندير هنايا كيما هكا، انا ديت كونفيتور مربى تاع الفريز تاع الفراوله، يعني كل اخت تجمدو ابريكو مشماش ولا، غادي ندير كيما هكا. ها هي بينا ونديرها، يعني نقول لكم وحده ولا، يعني ساهل، يعني كاخاو يعرفوا يديروا هذا المربى هذا. وانا ندير شويه كونفيتور هنايا مكثرش باش ما يخرجليش. وانا غير هكا في الوسط هنايا ونحط الحبه عليه كيما هكا، هاوينا. وهنا في الوسط غادي نعمر بالكونفيتور كيما هكا، هاوينا، يعني نعمر بالمغرف كيما راكم تشوفوا ولا بلا بوشيت، هاوينا. وهذا تاني كيف كيف ندير الكونفيتور هنايا، يعني حاولوا باش ما تكثروش كيما هكا. نجيب
انا في الكونفيتور تاعي فيه لي مورسو، تجيبو طحنو نتوما، فوالا راه فيه لي مورسو، فوالا ندير كيما هكا يعني غير شويه ماشي بزاف، نجيب وحده تاع هاونا تاع الصابلي كيما هكا، وهنايا بالمغرف ولا بلا بوشات ولا ندير في الوسط هاونا، هذا هو دوك غادي نزين الصابي تاعي كاع ونشوف ان شاء الله واجد. مرحبا بيتي، ها هو الصابلي تاعنا اللي كملته، يعني كما راكم تشوفوا نقربها لكم تشوفوه مليح، ها وينا يعني كل اخت كيفاش تبغي تزين الصابلي تاعها. هذا هو درت الماسكوك كاع حنا في لوتور، وهذا خليته هكا غير الشوكولا، يعني نقسم غير وحده ما كنت ندير فيه، ها وينا يعني نقسم لكم حبه تشوفوا الصابلي. هو ما هو مادام دخلوا في الكمبيوتر يعني يفوت عليه النهار يزيد يطلع. ها وينا الصابلي تاعنا شوفوا، نقسم غير وحده شوفوا معايا، ها وينا راهو يتفتت غير وحده شوفوا، ندير في الفم، نتمنى لكم تجربوه. ودوك حبيباتي نبقى نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام.